المرة الثانية إعلان تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين لمجموعة من الأسباب. خلونا نعرفها هي شنو مع الأستاذ المعز فيصل، مدير الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم الاتحادي. أستاذ المعز السلام عليكم. أستاذ معز سامعنا؟ أستاذ معز كيف الأحوال؟ مرحبا بك. الصوت الزملاء الصوت بعيد، انا سامعه لكن الصوت بعيد شويه. عايزين يعني معلومات اكثر حول تاجيل العام الدراسي. قبل اسبوعين كنا نتكلم معك استاذ معز، كان المرشح اكثر انه قد يكون في تاجيل المرحله المتوسطه لعدم اكتمال طباعه الكتاب المدرسي. الاعلن اليوم هو تاجيل لكل المراحل، صحيح؟ صحيح. طبعا ما تحدثت المره السابقه لا يعني يكون شامل، لكن احنا كنا بنقصد المرحلة المتوسطة هي واحدة. استاذ معز احنا نعم احنا شايفينك بشكل جيد، لكن للاسف الصوت ما واضح. ممكن نعيد الإفادة مرة ثانية استاذ معز؟ طيب نعيد مرة أخرى. أنا ذكرت إنه واحد من هي المرحلة لم يكن هذا تعجيل سريع فقط. طيب الزملاء يحاولوا مره ثانيه مع الاستاذ معز، احنا شايفينه بشكل جيد، الصوت فيه تقطيع، حاولوا مره ثانيه عشان نعرف تفاصيل اكثر حول اسباب تاجيل العام الدراسي ل 20/9 بدلا من الاسبوع الجاي كما كان مقرر سابقا. في اشكالات كثيره جدا متعلقه بطباعه الكتاب المدرسي بعد اعاده السلم التعليم القديم ابتدائي ومتوسط وثانوي. بدأت الطباعة قبل أسبوعين تقريبا، يعني لمجموعة من الأسباب المالية والفنية حصل كل التعطيل اللي احنا شايفينه الآن. الزملاء بيقولوا في تصريح أبدت استعدادة إنها تشارك في العملية التعليمية. بعد ذاك كان المؤتمر الدولي للتعليم، وده كان جا فيه خبراء من برا السودان وناقش عدة محاور في التعليم. المؤتمر الثاني كان مؤتمر ثورة ديسمبر لأنه أو لنهضة التعليم، وبرضه ناقش عدة محاور وطلع بعدة مخرجات. أخيرا نحن كان عندنا المستقى التنسيقي اللي هو جمعنا فيه كل مدراء التعليم وولاة الولايات لمناقشة قضايا تهم التعليم، وكان أهمها اللي هو كيف إننا نصل للمرحلة المتوسطة. وكان هنالك برضه مؤتمر للمناهج اللي هو مؤتمر مناهج المرحلة المتوسطة. تمخضت عن المؤتمرات دي كلها طبعا مخرجات اللي هي حتكون لنا خارطة الطريق تعالج الراهن وتستشرف المستقبل، وسيكون أولى ثمار هذه المؤتمرات قانون جديد للتعليم الآن في مراحل الإجازة، إضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة، ويتم إفراد مساحة واسعة للتعرف بكل ما يتعلق بهذه المؤتمرات ومخرجاتها لتحويل لمرتكزات لبناء المنظومة التعليمية من جديد وإرساء قواعد النظام التعليمي الجديد. نحن هسه بصدد إنه ندرس كل المخرجات بتاعت المؤتمرات دي وتحويلها إلى سياسات لتكون خارطة للتعليم بعد ثورة ديسمبر. المرحلة المتوسطة، أولا ما هي الضرورة الملحة لعودة المرحلة المتوسطة؟ إعادة التعليم ليتسق مع المعيار الإقليمي والدولي. جميع مؤتمرات التعليم الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة أوصت بضرورة العودة لنظام 12 عام في السلم التعليمي. طيب بالنسبة للشيء التم في المرحلة المتوسطة، في الأول اللي هو إعداد المنهج، اكتملت المرحلة الأولى اللي هي مناهج الصف الأول بالنسبة للمرحلة المتوسطة، وتم طباعة الكتاب، ويمكن هنا قدامنا فيها بيوم 16/9 حنسلم كل الولايات
كتب بنسبة 50%، بنسبة 50%، والطباعة حتكون مستمرة، وإن شاء الله في مدة ما تتجاوز شهر حنسلم باقي الكتب إن شاء الله على أن يتم طباعة كل الكتب. طبعا هسه الطباعة مستمرة وحيكون لكل طالب كتاب. بالنسبة للعمل في الولايات، تمت الهيكلة بتاعة الإدارات بتاعة المرحلة المتوسطة من الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة في الولاية والإدارات في المحليات. بالنسبة للطلاب حيكونوا موجودين في مدارسهم اللي هم أصلا درسوا فيها مرحلة الأساس في الصف الأول، طبعا حيكونوا بزيهم بتاع المرحلة المتوسطة، حيكونوا بالكتاب بتاع المرحلة المتوسطة، حيكون هناك معلمين للمرحلة المتوسطة، حيختارون طبعا ناس الولايات دشان ولاي. بعد ذاك طبعا حتكون في نفس المدرسة حيكون مدير واحد للمدرسة، لكن حيكونوا في وكيلين، وكيل للمرحلة المتوسطة، وكيل لمرحلة الأساس أو المرحلة الابتدائية. ده بالنسبة للمرحلة المتوسطة. طيب طباعة الكتاب، في السابق طبعا كانت طباعة الكتاب كلها بتتم في الولايات، لكن حقيقي بعد جولاتنا للولايات اكتشفنا انه في ولايات اصلا ما استطاعت انها تطبع الكتاب، او في طلبة اصلا ما عندهم كتب، ما كانت موجودة، فتمت طباعة الكتب. غرر من المرة اللي فاتت تغرر انه الكتاب يطبع في الوزارة، وفعلا السنة اللي فاتت تمت طباعة الصف الأول والصف السادس لكل الطلاب بالنسبة في السودان كله، لكل طالب كتاب. والكتب السنة دي برضو موجودة بتاعة الصف الأول والصف السادس. أي ولاية عندها نقص في الكتاب الصف الأول والصف السادس ممكن تجي تأخذ باقي الكتب، على أساس أنه كل طالب في سنة أولى وفي سنة سادسة يكون عنده كتاب. الصف الثاني لحد الصف الخامس دي هتطبع، وهتطبع بتطبع برا السودان، لسه ما وصلت، هتوصل إن شاء الله بمجرد ما توصل، وهتوصل وهتتوزع على الولايات مباشرة. كتب المرحلة الثانوية، ودي طبعا على الولايات، أي ولاية المفروض هي تحدد تطبع الكتب بتاعة المرحلة المتوسطة بالنسبة المرحلة الثانوية بالنسبة لطلابها. كتب المرحلة المتوسطة زي ما قلت قبلك إنها اتطبعت، حنوزعها يوم 16، أي مدير مرحلة تعليمية يجي ياخد الكتاب، وحيكون بالنسبة لكل طالب كتاب. لكن البداية، بس البداية حنبدأ بها حتكون بنسبة 50%، لكن حنتواصل في أقل من شهر. أنا بتمنى إنه كل الكتب تكون اتطبعت ويترسلت، وفي وكل طالب عنده كتاب بالنسبة للمرحلة المتوسطة. ثانيا تدريب المعلمين. بالنسبة لتدريب المعلمين، أولا عملنا خطة استراتيجية لتدريب المعلمين. الخطة دي حتكون لتدريب المعلمين، لتدريب الموجهين، لتدريب المدراء. الخطة لسه في مرحلة الإجازة. بعد ده نحن عندنا هسه خطة إسعافية لتدريب معلمي المرحلة المتوسطة. حندرب معلمين المرحلة المتوسطة في الفترة دي قبل ما تفتح المدارس إن شاء الله، وأثناء ما تفتح برضو حندرب على الكتاب بتاع الرياضيات، كتاب العلوم، كتاب اللغة العربية، وكتاب اللغة الإنجليزية. ده مبدئيا، وحيتواصل التدريب أثناء السنة الدراسية إن شاء الله. وكل طالب أو كل معلم، سوري، كل معلم في المرحلة المتوسطة حتكون تدرب على الكتاب الجديد إن شاء الله. تناظر الطريفي وكيل وزارة التربية والتعليم الوزير المكلف، يعني شرح عام إنه 16/9 قبل 4 أيام تقريبا من بداية العام الدراسي بعد تأجيله الوقت الجديد المقترح، إنه 50% لغاية التوقيت داك حتكون جاهزة، وخلال شهر يعني من بداية استئناف أو بداية الدراسة حيتم استكمال الطباعة بال 50% قبل 16 أكتوبر، طالما هي بتتكلم على شهر. برجع مرة ثانية للأستاذ معز فيصل، مدير الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم. أستاذ معز مساء الخير. مرحبا، مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين. شكرا لوجودك معنا. معلومات أكثر حول الإجراءات الأخيرة اللي أدت إلى تأجيل العام الدراسي ل 20/9. طيب، هو طبعا احنا زي ما سبق وقلت تحدثنا انه هنالك عدة اسباب تؤدي لتاخير او تاجيل هذا العام الدراسي، فمن ابرزها طبعا عوده المرحله المتوسطه والتحديات الكبيره الملازمه لها، انطباع الكتاب وغيره. بالاخر
بعض المعوضات اللي هي واجهت بعض الولايات ولاية الخرطوم وكذا، كلها أسباب تؤدي لتأخير العام الدراسي. والحل اللي احنا وصلنا له هو التأخير لتوافقي من حل جزء من الأزمة. نعم، المهلة دي مهلة التأجيل من لغاية من 4 إلى 20/9 يعني كافية إنه الناس تكون المهلة الأخيرة، بمعنى إنه ما يتم تأجيل ثاني متوقع بعد 20/6؟ لأنه كلام السيد الوزير المكلف أستاذ التماضر إنه في 16/9 حيكتمل 50% من المقرر الدراسي، وبعد ذاك بنحتاج إلى شهر إضافي عشان نكمل 50 الثاني. يعني هل حيكون ده التأجيل النهائي؟ والله بإذن الله سوف يكون هذا تأجيل نهائي، وما حيكون عندنا إن شاء الله تأجيل ثاني، لأنه أكبر معوض كان بالنسبة لنا زي ما ذكرت مسألة الفدء في طباعة الكتاب المدرسي، وإن كان هو فعلا فترة ضيقة جدا، لكن طبعا يعني كل الوزارة حاليا تعمل بكل طاقتها في متابعة طباعة الكتاب المدرسي، والمطابع شغالة، ونحن يعني حقيقة بنشكر اتحاد الصناعة أو غرفة الطباعة، مجهود كبير ومقدر، والوقفة اللي وقفوها مع الوزارة في إنجاح عملية طباعة الكتاب المدرسي مسألة مقدرة عندنا، وإن شاء الله بإذن الله ما يكون عندنا تأجيل ثاني، ونقدر نوفي بالتزامنا بتسليم الكتب فترة أو في الموعد المضروب على قدر المستطاع. شكرا جزيلا أستاذ المعيص فيصل، مدير الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، وإن شاء الله يكون فعلا ده التأجيل الأخير وما يحتاجوا لتأجيل ثاني، وينجزوا المطلوب منه في طباعة العدد المطلوب من الكتاب المدرسي للمرحلة المتوسطة اللي تم إعادتها مرة جديدة بعد 30 سنة من النظام السابق، مرحلة الأساس تامنة وبعد ذاك المرحلة الثانوية.